هذه يعني ادعاءات مزيفه بان القوات الامريكيه انسحبت ادعاءات جميعها حكومة من العراق. عراقية مزيفة سيد أحمد؟ اسمح لي انا اكمل الحديث. اولا الحكومه العراقيه محكومه بعده قرارات وقوانين، وهي بطبيعه الحال مقيده بعده امور لا يمكنها التصريح بشكل يعني حقيقي في هذا المجال، لان الإدارة الأمريكية ما تزال تحتفظ بقواعد تسميها قواعد مستشارين. هذا الشيء غير موجود في جميع أرجاء العالم، ليس هناك مستشارين يرتكزون أو يتركزون وينتشرون في عدة قواعد. على الإدارة الأمريكية الإعلان عن إغلاق القواعد وليس سحب القوات القتالية هذا محكوم فقط. باتفاق عراقي أمريكي، باتفاق الحكومة نعم العراقية هذا مع حكومة أمريكية. نعم بالفعل، يعني الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية لها عدة اتفاقات، ولكن الولايات المتحدة ينبغي الرجوع إلى الوراء، انتهكت الاتفاقات المبرمة فيما بينها لا سيما في قضية داعش. هناك اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين، وعندما انتشر داعش رفضت الولايات المتحدة تزويد العراق بما يحتاجه من السلاح والعتاد لمقاومة هذه المجموعات الإرهابية، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الوحيدة التي بادرت إلى دعم العراق، ومن ثم استطاع العراق طرد الإرهابيين. إذن هناك مصلحة مشتركة ووحدة في المصير، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة التي هي تسعى إلى تقويض الأمن في العراق وزعزعة الاستقرار فيه والتحكم بموارده وإمكانياته، وهذا يعني واضح للجميع ولا غبار عليه.